السلام عليكم اخواني، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عندنا هاي الحالة مثل ما شايفين، عمود تسليح عمود، تمام. وعندنا هون الحديد للعمود الجديد مرفوع عن اشاير الحديد القديم. هل هذا الكلام صحيح؟ تعالوا نشوف اين هو المكان المناسب لعمل الاوفرلاب. عندنا هون مثال على ثلاث أصياخ حديد، الصيخ الأول صيخ قطر 20، والصيخ الثاني صيخ قطر 25، والصيخ الثالث صيخ قطر 40، تمام. فالآن حسبنا الأوفرلاب أو الإشارة كم لازم تكون، وقسمنا العمود لثلاث أقسام، ربع بنص بربع، ربع بنص بربع لو كان عندنا العمود 3 متر. يفترض انه منطقة اللي يكون فيها نص منطقة التقاء الاوفرلاب تكون من بداية العمود الى نهاية الربع الاول. بمعنى اذا كان عندي انا الحديد تي 20، تمام، اذا كان عندي تي 20 ف راح يكون عندي نص الأوفرلاب للتي 20 هو 49 بـ49 مليمتر، تمام. إذا كان عندي تي 25 راح يكون نص الأوفرلاب هو 61 سنتي بـ61 سنتي. إذا كان عندي التي 40 راح يكون الأوفرلاب عندي نصه 980، يعني 98 سنتي بـ98 سنتي. طيب بهالحالة هاي صار 98 سنتي نص الأوفرلاب فوق منطقة الربع الأول للعمود، وهاي المنطقة إذا كان فيها نص الأوفرلاب أعلى من منطقة الربع هاي، إذن أنا عندي مشكلة في التقاء الأوفرلاب، لازم أتجه باتجاه الكبلر. طيب نرفع الأوفرلاب لفوق، ننزل الأوفرلاب لتحت، نبدأ الأوفرلاب من البداية، هاي مو مشكلة. المشكلة أنه إحنا ما المفروض عندنا نص الأوفرلاب يعبر فوق طول ربع العمود الأول. وبهالحالة نستنتج إذا كان ارتفاع نصف منطقة الاتصال عن أرضية العمود أكثر من طول ربع العمود، بهاي الحالة رح نضطر لإجراء إجراءات أخرى. إذن هذا الشكل صحيح، وإذا كان أكثر من ربع العمود رح نضطر انه نستخدم كبلر او التبديل بين اصياخ الحديد او اللي هي اللحام او اجراءات اخرى. شكرا لكم.